السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بأعزائي الطلاب. الحمد لله رب العالمين، إحنا انتهينا من رفع المقررات النظري. أتمنى يكون إن شاء الله الشرح فيها واضح واستوعبت كل شيء. وعشان إحنا نكمل بقى المشوار بتاعنا، فحبينا برضو إن إحنا نشارك معاكم الجزء العملي، حتى لو أنت ما قدرتش إنك تمارس وتحضر بإيديك، لكن على الأقل لما تشوف الفيديوهات دي هتبقى إن شاء الله إيه واضحة بالنسبة لك إيه هو طريقة تحضير الدوزج فورم، تربط بين الكونسبت النظري اللي أنت درسته في خدته كثيوريتيكال باك جراوند وبين التجربة العملية اللي أنت المفروض تمارسها بإيديك. فإن شاء الله هنحاول تكون الفيديوهات بالنسبة لنا واضحة وتبقى يعني إيه بتقرب لكم فكرة التحضير وأي فنيات في التحضير أو تريكات. هيكون برضو معانا إن شاء الله الدكتور فيصل هزاع، هيوضح لنا كل حاجة خاصة بالتحضير بإذن الله. فيلا بينا على المعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بالشباب. إحنا في المعمل دلوقتي معنا الدكتور فيصل البطل بتاعنا، إن شاء الله هيورينا التجارب العملية. إحنا معنا 4 تجارب، 1 سسبنشن و3 إيمانشن. إن شاء الله الدكتور فيصل هيدينا مقدمة عن كل واحدة، مقدمة بسيطة بس قبل ما يبدأ الشغل العملي، وبعدين نتفرج مع بعض على الشغل العملي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله التحضير الأول راح تكون إن شاء الله سسبنشن، وهي عبارة عن الباراسيتامول سسبنشن. فالتحضير إحنا محتاجين الأكتف إنجريدينت اللي هي الباراسيتامول أو الأسيتامينوفين، وكذلك نحتاج السسبندينج إيجنت والفيهيكل، وأيضا اللي هو بعض الأدتيفز المواد المضافة مثل الكلر والفلفر. وراح ان شاء الله نبدا الان في تحضيرها في المورتر باذن الله سبحانه وتعالى. احنا الادوات اللي نحتاجها، احنا محتاجين الجلاس مورتر، ومحتاجين السلندر، ومحتاجين هذا بالنسبه للجلاس وير. لكن الكيميكلز اللي احنا محتاجينها، محتاجين الاكتيف انجريدينت اللي هي الاسيتامينوفين، ومحتاجين الجليسرين اللي هو الفسكاستي انهانسينج ايجنت بالاضافه الى انه يعتبر سويتنينج ايجنت، محتاجين الى الميثايل سليلوز اللي هو يعتبر بالنسبه لنا اللي هو سسبندنج ايجنت، والاروماتيك الاكزير اللي هو الفيهيكل. وان شاء الله ان شاء الله الان بنبدا في العملي ان شاء الله. طيب هذا احنا قلنا الاروماتيك الاكزير 26 ملي، لنا راح نحضر 50 ملي من الفوليوم، والميثايل سليلوز 14 ملي، والجلستين احنا محتاجين الى 2 ملي من الجليسرين، محتاجين 1.2 جرام من الباراسيتامول. راح ان شاء الله نبدا التحضير الان ان شاء الله. راح نبدا في البدايه اللي هو نضع في البدايه اللي هو الاكتيف انجريدينت الباراسيتامول، 1.2 جرام من الباراسيتامول نضعها كامله دفعه واحده الباراسيتامول، ثم بعدها نضع على الباراسيتامول اللي هو 2 ملي من الجليسرين. نضع الجليسرين، ناخذ الجليسرين بالسرنج من اجل يا شباب اللي هو من اجل نسوي اللي يستوعب كامل الجليسرين الباراسيتامول اللي موجود، ونصنع منه سموث سسبنشن. نصنع في البدايه، فنحرك خفيف لحد ما يستوعب الجليسرين كامل الباراسيتامول، حتى اللي على اطراف المورتر يجب ان نستوعبه، ونحرك في one direction كذا constant، يكون ثابت عندي التحريك لحد ما يستوعب الجليسرين كامل الباراسيتامول. نبدأ نضيف عليه اللي هو سسبندنج ايجنت اللي هو الميثايل سليلوز. احنا عايرنا هنا واخذنا 14 ملي من الميثايل سليلوز، نضع على دفعات اثناء التحريك، نفس اتجاه التحريك السابق، واحنا نضيف الميثايل سليلوز اللي هو سسبندنج ايجنت كامل الفوليوم بالنسبه لي السسبندنج ايجنت. الآن تشوف كيف أصبح معي الأسيتامينوفين سسبندنج إيجنت، لسه ما أضفنا اللي هو الفيهيكل اللي هو الأروماتيك الإكزير.
الان خلاص ضبط معي، باقي نضيف الاروماتيك الجزير على دفعتين. الدفعه الاولى تقريبا نصف الكميه اللي هو 26 ملي تقريبا، راح نضيف نصفها في البدايه واحنا نحرك، نضيف نصف الكميه تقريبا، مساله تقريبيه، وضعنا نصف الكميه، والان زي ما تشوفون ما في اي بارتيكلز، لازم سسبند تكون كلها معلقه في الفيهيكل حاليا. الحين في نصف كميه الفيهيكل تقريبا، الان شفنا. بعدين الان بننقل نصف تقريبا جميع محتويات الموجوده عندي في الجلاس مورتر في البوتل دايركت. تلاحظون البارتكلز معلقة هو نصف الكمية المتبقي نسوي به ووش للي موجود عندنا فيه في المورتار. نحرك عشان نستوعب باقي الكمية بالنسبة لي الباراسيتامول، تحريك بسيط بس فقط، ثم ننقل ما تبقى في البوتل. نكون كذا خلصنا من التحضير، ينقصنا بس ان نضيف اللي هي 2 drop from color and 2 drop from flavor حسب ما كنا متفقين على هالشيء. فنعطي هنا قلنا نضيف 1 2، هذا بالنسبة للكلر. وبالنسبة للفلافر احنا نضيف ايضا 2 drop من الفلافر، 2 drop from كلر. بعدين نسكر ونسوي شيك خفيف فيكون ضبط عندي السسبنشن اللي هو الباراسيتامول سسبنشن او الاسيتامينوفين سسبنشن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله اليوم راح ندخل في موضوع اللي هو الإيمالشن اللي هو المستحلب. الإيمالشن يحضر، احنا راح نحضره بثلاث طرق فقط، ولو في اكثر من طريقة للتحي تصل الى 9 طرق، لكن احنا فقط راح ناخذ 3 طرق اللي هي الدراي جم ميثود والويت جم ميثود والبوتون ميثود. طريقة التفرقة بين الطريقة هذه ان الويت والدراي نفس الجلاس وير المستخدمة في التحضير، بس فقط في تبديل ما بين الاويل والووتر في الحالتين هذولي. يعني مثلا في حاله الدراي معناه دراي جاف، يعني انه جاف من الماء في البدايه، اي اننا نستخدم الزيت، فيكون نستخدم القم اللي هو الايموسيفاينج ايجنت ونستخدم الاويل في البدايه، نضعهم في المورتر ونسوي منهم سموث سسبنشن. بعدها نضيف اليهم الماء بكميه معينه لتحضير حاجه اسمها البرايمري ايمالشن، لتحضير البرايمري ايمالشن هاي في البدايه. وكل هذا من اجل الطرق الثلاثه هذول كلهم من اجل تحضير فقط البرايمري ايمالشن. يعني في البدايه لازم اضيف احضر الفاينل ايمالشن، اي اني اكمل بالفيهيكل بعد ما احضر البرايمري ايمالشن في جميع الثلاث طرق. في حالة الدراي زي ما قلنا سوف نضع القم في البداية مع الأويل بطريقة الحساب اللي موجودة عندكم، طريقة حساب معينة، بعدين أسوي منهم سموث سسبنشن الأويل مع القم، بعدين أضيف الماء دفعة واحدة لكي أحضر البرايمري ايمالشن. إذا حضرت البرايمري ايمالشن فإنه بنسبة تقريبا 80% سوف يضبط معي الايمالشن الفاينل ايمالشن في البداية، بعدين في الأخير أسوي كومبليت من الفيهيكل، أبدأ أضيف الفيهيكل اللي موجود عندي سواء كان الماء أو الزيت على حسب نوعية الإيمالشن، وأكمل الفوليوم إلى الفوليوم النهائي المطلوب. هذا بالنسبة للدراي. بالنسبة للويت لا، الويت مع اللي هو الرطب، فيكون عندي أستخدم القم مع الووتر في البداية، أستخدم القم مع الووتر في البداية وأصلح منهم حاجة اسمها الميوسج، أصلح منهم الميوسج. هنا كنا نصلح ايش؟ البرايمري، كنا نصلح ايش؟ سموث
سسبنجن، هنا لا، راح نصلح من القم والوتر الميوسلج، بعدين ابدا اضيف لهم الاويل بكميات بسيطه جدا لحد ما احصل على البرايمري ايمالشن، ثم اكمل عندي بالفيهيكل الى الفاينل ايمالشن. هاي بالنسبه لي الفرق بين الويت والدراي جم ميثود. نجي الى البوتر ميثود، لا، فاني سوف اضع القم، اضع عليه الاويل، اسوي شيك، بعدين اضيف دايركتلي الووتر كميه كامله واسوي شيك لحد ما يتوزع عندي في البوتل، بعدين اسوي كومبليت للفيهيكل بدون ما ايش ستيب باي ستيب، جزء تقريبا اجزاء بسيطه من مليات بسيطه، بعدين الى ان يكمل عندي الفاينل ايمالشن. كذا نكون حضرنا. طبعا تعتبر طريقه الويت جم ميثود هي ابطا شوي، والجم ميثود الدراي جم ميثود هي اسرع. وتظل البوتل تحضر البوتل. شو الفرق بين الثلاث هذول؟ بالنسبه للبوتل ميثود احنا نستخدمها لتحضير الفولاتايل اويل عشان ما تطاير، فاحنا مضطرنا نحضرها في البوتل، فتكون هذه خاصه بالفولاتايل اويل. وبالنسبه للويت او الدراي جم ميثود ممكن نستخدم فيها الفيكسد او المينرال اويل، ما عندنا اي مشكله. سوف نبدا ان شاء الله اول تحضيره ان شاء الله بدراي جم ميثود. التحضيره الاولى راح تكون عندنا اللي هي الليكويد بارافين ايمولشن. نشوف الماستر فورمولا عندنا، راح يكون عندنا الليكويد بارافين ناخذ منه 2.5 ميل، الاكاشيا جم اللي هي سسبندنج ايجنت 0.8 جرام، والووتر 1.6 ميل عشان نحضر البرايمري ايمولشن. راح نكمل بايش؟ بالماء 35.2 ميل من الووتر لكي نكمل عندنا الفاينل ايمولشن. نبدا عندنا هنا نضع، قلنا في البدايه ايش؟ القم اللي هو 0.8 جرام من القم، اضفنا القم، ثم نضيف عليه، احنا قلنا دراي، نضيف كامل كميه الليكويد بارافين. هذا هو عندنا الليكويد بارافين، نضيف كميه الليكويد بارافين، نحاول نكون بس هادين شوي عشان ما يتطاير عندنا البودر. كامل الكميه اللي هي 2.4 ميل. بعدين نحرك، نسوي تحريك خفيف الى ان يستوعب الليكويد بارافين كامل ايش؟ كامل القم بودر. ضياع كميه من القم في الجوانب المورتر هذه مشكله، لازم نحاول نستوعب كامل الكميه اللي موجوده في المورتر، حتى وان جاء الاطراف ما في مشكله، لكن اهم شيء اننا نحاول نستخدم كل القم اللي موجود عندنا في المورتر. طبعا التحريك زي ما تشوفون في ثلاث اشياء مهمه في التحريك، انك تحرك اول شيء one direction باتجاه واحد، هذا مهم، constant ثابت ما توقف تروح وتجي ترجع، وبعدين يكون fast سريع شوي، يعني ثلاث اشياء مهمه. نكون كذا الآن خلاص سوينا سموث سسبنشن. الآن سوف نضيف 1.6 ميل من الموتر، نكون حريصين شوي، وإحنا نضيفها نكون حريصين شوي. هو الأصل أن نضيفها دفعة واحدة، لكن أحيانا نضطر أن نضيفها على شكل دفعتين من أجل أن الموتر يكون حجم الموتر، فنضطر أن نضيفها على شكل أكثر من دفعة. الإضافة راح نحضر فيش الفاينل عندنا راح يكون اللي هو البرايمري ايمالشن. نكون كذا حضرنا ايش؟ الان راح اتجاه واحد التحريك، فاست كونستنت،
تشوفون الأبيض هذا يكون لونه أبيض يكون ثيك، راح تشوفه عند تحت المورتر كذا البستل وأنت تحرك يكون ثيك، وآخر شيء يكون إيش تسمع إيش كذا الصوت اسمه الكليكينج ساوند أو الكريكينج ساوند، تسمع الصوت في زي الفرقعة كذا. نكون حضرنا إيش هذا هو بالطريقة، هذا هو البرايمري، البرايمري نحرك لمدة دقيقتين إلى دقيقة ونص، من بعد ما أشوف اللون الأبيض يطلع لي، من بعد ما أشوفه ثك، من بعد ما أشوفه يطلع لي الكليكينج ساوند أو الكليكينج ساوند. هذا هو اللي هو البرايمري ملشن. الآن سوف نضيف نسوي كومبليت بالووتر اللي هو 35.2 مل، راح عشان نكمل الفوليوم إلى كم؟ إلى الفوليوم النهائي المطلوب في التح نضيف ستيب باي ستيب من الماء. نضفنا بسرعة كامل الكمية أو نصف الكمية، فيفصل عندي الزيت عن الماء، يفصل عندي الزيت عن الماء، فنضيف ببطء. تحضيرتنا اليوم احنا قلنا ايش كمية الليكويد برافن 2.4 ملي، والماء تقريبا 37 ملي تقريبا أو 38 ملي، فيكون نوعية الإيمالشن إيش اللي هو أويل إن واتر إيمالشن، أويل إن واتر إيمالشن هو اللي هو نوع الإيمالشن اللي موجود عندي لتحضيرة اليوم الليكويد برافن إيمالشن اللي هو أويل إن واتر إيمالشن، أي أن دروبليت اوف ليكويد بارافين موزعه داخل اللي هو الووتر، فيكون عندي الانترنال فيز اللي هو الليكويد بارافين والاكسترنال فيز اللي هو الووتر اللي راح نكمل، هو يعتبر الاكسترنال فيز او الكونتينوس فيز. الملشن اللي موجود عندي في البوتل وأرج، ضروري هالخطوة هذه الرج ضروري جدا، ضروري جدا احنا نرج بعد ما ننقل في البوتل تقريبا لمدة دقيقتين. احنا نرج بالطريقة هذه، شوفوا يا شباب هذا هو الملشن احنا حضرنا من 45 ملي، تكون هذه تحضيرة الإيمالشن اللي هي الليكويد بارافين إيمالشن بطريقة اللي هو دراي جم ميثود.
هاي التحضير الثالثة لنا إن شاء الله، راح نحضر الكاستر أويل إيمالشن بطريقة الويت جم ميثود. أي إحنا نبدأ راح نحط الجم عشان نحضر البرايمر إيمالشن كامل كمية الجم، ثم نضيف له 1.8 مل من الووتر، نسوي نحضر حاجة اسمها الميوسيلج. بعد ما نحضر الميوسيلج كذا حاجة شفافة إلى لون كذا كريمي وأيضا لزجة، بعدين نبدأ نضيف الكاستر أويل 3.6 مل من الكاستر أويل باي سرينج دروب باي دروب دروب باي باي دروب لحد ما نكون عندنا البرايمري إيمالشن. إذا حضرنا البرايمري إيمالشن إحنا نكمل بالماء اللي هو عندنا الماء اللي هو 38.7 ملي من الماء، نكمل الفوليوم فيكون نوع الإيمالشن عندنا هنا اللي هو أويل إن واتر إن واتر إيمالشن. نبدأ الآن في التحضير، نبدأ الآن في التحضير، نجيب عندنا المورتر، نجيب المورتر وبعدين نضيف كامل كمية القم اللي هو عندنا 0.9 جرام من القم، ثم نبدأ نضيف احنا قلنا اللي هو الماء. طب احنا في البرايمري مالشن ناخذ الماء تبع البرايمري مالشن والزيت لازم ناخذه بالسرنج اكثر دقة عشان ما يحصل عندي اختلاف في نسب الماء مع الزيت. هذا مهم، يجب ان تكون دقيق في الموضوع هذا. الحين راح نكون الحين حاجة اسمها الميوسيلج، راح تشوفون الان الميوسيلج هذه الان من الان بدأتوا تسمعون الصوت، هذا معناها احنا راح نحضر الميوسيلج في البداية ثم نضيف لها الزيت دروب باي دروب عشان نحضر عندنا البرايمري موشن. نحرك في اتجاه واحد نفس الكلام اللي قلناه one direction، في البداية يكون بطيء ثم نبدأ نستعجل فيه التحريك يكون ثابت. الآن تقريبا ممكن نحرك لكي نستوعب البودر اللي موجود عندنا في جوانب المورتر. الآن نبدأ نضيف بعد ما حضرنا الميوسيلج، شوف حاجة فيسكس أما تكون كلير أو كريمي على حسب وسع المورتر. إذا كان المورتر واسع فحنا نشوفها كلير، إذا كان المورتر ضيق عندنا شوي فيكون تشوف لونها على شكل كريمي ما يريد الكريمي. انتهينا من التحضير، الآن نبدأ نضيف الكاستر أويل اللي هو 3.6 مل، نضيفها دروب باي دروب. في البداية لازم نضيف، الحين نشوف الحين نضفنا نقطة تقريبا أو نقطتين بالكثير ونحرك. في البداية شوي يحتاج يعني تحريك سريع لكي يمتزج الأويل اللي أضفناه وإن كان كمية قليلة مع الميوسيلج اللي هو القم بالإضافة إلى الماء. احنا في الإيمالشن ثلاث تحضيرات كلها راح يكون عندنا الإيموسيفاينج إيجنت اللي هو أكاشيا قم، اللي هو الأكاشيا قم هو الإيموسيفاينج إيجنت العامل المستحلب، والأكتف إنجريدينت عندنا طبعا اللي هو الكاستر أويل. في التحضيرة هذه التحضيرة السابقة كان الأكتف إنجريدينت عندنا الليكويد بارافين. الآن بقي كمية قليلة من الزيت، احنا أضفنا كاملة حاليا كمية الزيت، فنحرك one direction. كذا حضرنا الآن
البرايمري مرشن انتهينا، نبدأ نسوي إضافة الماء من أجل الفاينل إيمولشن، نضيف 38.7 ملي من الماء. الإضافة تكون ضعيفة جدا، يعني في البداية إلى ملي بالكثير. الإضافة الثانية تتم متى؟ حينما أشوف أنا اللي أضفته من الماء امتزج مع اللي موجود عندي في المورتر، أبدأ أضيف الدفعة اللي بعدها. هذه العلامة اللي الآن شفنا ما في أي حاجة من الماء موجود، نبدأ نضيف أيضا ملي زيادة من الماء. نبدأ نحرك، يعني ممكن نضيف كمية الماء اللي موجود عندي 15 دفعة 20 دفعة ما في مشكلة، لكن تكون الإضافة ثابتة. الآن بقينا آخر دفعة إضافة من الماء فيكون عندي الفاينل إيمولشن، هذه آخر دفعة نضيفها ونبدأ نحرك. هذا هو يا شباب جاهز عندنا الكاستر أو إيمولشن، راح ننقله في البتل ونرج رج خفيف. بعدها الآن نضيف، ننقله في البتل زي ما أنتم شايفين، نسكر البتل، يكون هذا هو الإيمولشن الكاستر أويل إيمولشن جاهز، اللي هي التحضيرة الثالثة. السلام عليكم يا شباب، هذه التحضيرة الرابعة اللي تحضيرة التربنتين إيمولشن، راح نحضرها بطريقة البتل ميثود، يعني إحنا راح نحضر الدواء تبعنا في البوتل، هذه اللي هي البوتل مثل. اول حاجه نضعها ايش؟ سوف نضع اللي هو الكاشيا جم، الكاشيا جم اللي هو السسبندنج ايجنت تبعي، هذا هو يا شباب الكاشيا جم، هذا هو الكاشيا جم. اضع كامل كميه اللي هو 1 جرام، سوف اضيفها عندي في البوتل. الان البوتل على طول اضيف الأكاشيا جم كامل كمية الأكاشيا جم. بعدها أضيف الووتر اللي هو 2 مل فروم ووتر، هنا عندنا 2 مل فروم ووتر، أنا أضفت الجم والآن أضيف كمية الماء كاملة، أضيفها كاملة كمية الماء. إحنا قلنا نستخدم السرنج عشان أكيوريت ميجر، لكي أكيوريت ميجر. بعدها أسكر البوتل تبعي وأسوي تحريك بسيط إلى أن يمتزج الماء بالقم، طبعا لن يكون امتزاج كامل لكن نوعا ما راح يكون فيه امتزاج. بعدها شيك خفيف كذا، سوف يبقى عندي في القاع بس ما في مشكلة، راح يبقى عندي في القاع بس no problem، ما في مشكلة الموضوع هذا. بعدين أبدأ أضيف اللي هو التربنتين أويل، 2 ملي من التربنتين أويل نضيفه بسرنج، نفتح عندنا البوتل، نضيف التربنتين اويل، طبعا التربنتين اللي هو الفولاتايل اويل يكون اخف شوي من المينرال وكذلك الفيكسد اويل. الان نبدا نسوي شيك لهم، شيك خفيف كذا راح يبقى عندي ما في مشكله، بس مجرد اني ما اسوي شيك بيتغير عندي الوضع. الآن نبدأ نضيف الماء اللي هو الفيهيكل اللي هو 45 ملي، طبعا تحضيرتنا لهذه اللي هو الأويل إن ووتر إيمولشن، أويل إن ووتر إيمولشن نوعيته. فنبدأ نضيف تقريبا ما يتجاوز 5 ملي من الماء، 5 ملي من الماء تقريبا، ثم نبدأ نرج.
الآن خلصنا خمس دقائق رج الأولى بعد إضافة الخمسة ملي، الآن نبدأ نضيف خمسة ملي ثانية ونرج دقيقة واحدة كافي، دقيقة واحدة كافي. سوف نضيف آخر دفعة من الماء، وبعدها نرج آخر دفعة من الماء أضفناها. مفترض يكون عندي كم؟ 50 ملي من التربنتين أويل إيمولشن. نستمر في الرج، بعد إضافة آخر دفعة من الماء نرج لمدة نصف ساعة بالطريقة هذه لحد ما يكون الحين إن شاء الله نرج لمدة نصف ساعة. هذا هو الإيمولشن بعد ما رجينا لمدة 30 دقيقة بعد آخر إضافة. يكون عندي هنا 50 ملي من التربنتين أويل إيمولشن. شوفوا هنا يا شباب، شوفوا هنا، هذا هو التربنتين أويل إيمولشن بطريقة البوتل ميثود يكون إن شاء الله وفينا اللي هو التحضيرات الأربع إن شاء الله، اللي هي السسبنشن تحضيرة واحدة وثلاث تحضيرات بالنسبة للإيمولشن. سويناها بثلاث طرق، طريقة الدراي جام ميثود والويت جام ميثود والبوتل جام ميثود. بعد شوي إن شاء الله راح نوريكم صور ولقطات للليبل إن شاء الله للثلاث طرق أو الثلاث تحضيرات. هذا الكاستر أويل إيمولشن. نشوف التحضير يا شباب، شوفوا معنا هنا مجرد يعني الإيمولشن ما فصل لا الزيت عن الماء ولا حتى صار فيه كلكعة أو بالنسبة للموصوفان جيجنت اللي هو القم. الليبل راح يكون لونه أبيض، راح يكون كاستر أويل إيمولشن، تيك تي سبونفول أت بيد تايم، واسمك وتاريخ التحضير. لون الليبل زي ما قلنا اللي هو اللون الأبيض. هنا التحضير اللي بعدها راح يكون عندنا، هذا هو شوفوا شباب البرودكت الفاينل، البرودكت النهائي، هذا الإيمولشن اللي هو التربنتين أويل إيمولشن حضره بالبوتل ميثود. نشوف الليبل تبعه اللي هو لونه أبيض عشان انترنالي، فيكون تربنتين أويل إيمولشن تيك تي 2 تي سبونفول أت بيد تايم قبل النوم. نجي هنا للتحضيرة اللي هي تحضيرة الليكويد بارافين إيمولشن. شوف كويس عندي ما فصل واللون أبيض كان واضح، وون فيز يكون عندي لازم يكون وان فيز اللي هو فكان عندنا الليبل لونه ابيض، فيكون ليكويد بارافين ايمولشن تيك 2 تي سبون فل ونيديد على حسب اللي هو وصفة الطبيب لنا. اخر حاجه اللي هو السسبنشن اللي هو الباراسيتامول سسبنشن اللي هو على شكل سسبنشن المعلق زي ما تشوفون يا شباب. شوف في سيدمنتيشن شوي بالنسبه للبارتكلز اللي المعلقه، فايش راح نسوي قبل الاستخدام؟ لازم نسوي رج قبل عشان يصير عندنا ريديستريبيوشن للبارتكل بالنسبه للاسيتامينوفين. نسوي رج خفيف ثم شوف يرجع يتوزع البارتكل الاسيتامينوفين في الفيهيكل، فيجب ان يكون عندنا رج قبل الاستخدام. يكون الليبل لونه ابيض انه انترنالي باراسيتامول سسبنشن تيك تي 2 تي سبونفول از نيدد عند الحاجه، ويجب أن يكون مرفق بليبل آخر اللي هو رج جيدا قبل استخدام شكول before you. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسر أموركم، ويكون قدمنا المادة العلمية اللي تفيد ولا تخل بالمنهج إن شاء الله. وشكرا جزيلا، جزاكم الله خير. يعطيكم العافية يا شباب، نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من التجارب وفهمتوها بشكل جيد، والدكتور فيصل ما قصر معنا، كان شرحه واضح وجميل. لو عندكم أي استفسار ابعتوا لنا سواء على الإيميل أو على البلاك بورد أو إيفن حتى علقوا بكومنت على الفيديو مثلا، وأي استفسار إحنا جاهزين ليه. وبالتوفيق إن شاء الله، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.